ربنا يسترها ويعدي اليومين دول على خير. من اللي ما يحصل الاخوان والدوشه دي بتاع الاخوان ومن الضرب والموت ده، ربنا يسترها. هو برضو الشوارع كلها هتتقفل وفي ناس كتير هتموت ولا اي حاجه. الشعب المصري مش ارهابي، بس ملخص الكلام ولا اي حاجه. كل اللي بيقول في التلفزيونات واللي بيحصل في التلفزيونات دول بس هي بروباجندا لاشياء اخرى الله اعلم بيها، لكن الشعب المصري طول عمره شعب مسالم عاوز حقه بس. هما كل مره بيعملوا كده وربنا بيخلف ظنهم، بس طالما الناس متماسكه مع بعضها ان شاء الله هما مش هينولوا اي حاجه من مصر ولا يحصل حاجه زي اي يوم عادي، ولا يحصل مشكله ولا يحصل حاجه، لان مصر اصلا ربنا سبحانه وتعالى يعني مقرر في القران الرحمن اليوم الدين. هيطلعوا بس شويه من ظهريه ظهره ومش هيحصل اي حاجه، ولا كلنا مع الدوله ومع قيام الدوله وكلنا بنرفض العنف والارهاب وكلنا مع رئيسنا ومش عاوزين نبقى ايد واحده كلنا مع الرئيس عشان البلد بتاعتنا تقوم. ولا هيحصل اي حاجه طبيعي زي ما كل مره يقول لك. طالما بص في 25 يناير في 2011 الداخليه ما كانتش متوقعه ان يحصل حاجه، حلو؟ عشان كده حصل. طالما الداخليه عامله حسابها وخايفه وعامله حسابها ان هيبقى فيه وكده وعامله احتياطاتها جامد قوي مش هيحصل حاجه. ومعظم الناس كتير قوي غيرت فكرها، ولا قبل ده ولا قبل ده، شايفه ان ده غلى كل حاجه وشايفه ان ده مشينا وراه والدنيا وناس كتير ماتت هونطه يعني. ده رايي انا يعني. بس فده وده كده واحنا الشعب اللي متبهدلين. بس ده رايي، دي ولا اي حاجه تحصل.